أهلا بكم. في هذه الحلقة من برنامج المغرب الأخضر غادي نقربكم من نشاط تسمين العجول موجهة للاستهلاك من خلال هالضيعة الفلاحية اللي كتضم عجول وتيران الوزن ديالها كيفوق الطن ومئات الكيلوغرامات. غادي نتعرفوا على وسائل وأساليب التربية والتسمين الحديثة. وفي الروبورتاج الثاني غادي نقربكم من مجال إنتاج البيض، نعرفوكم على طرق المراقبة والتتبع اليومي للدجاج البياض. بدوار ولاد صالح ضواحي بوزكورة قمنا بزيارة هالضيعة الفلاحية النموذجية المتخصصة في تربية وتسمين العجول. هاد الضيعة كتضم 7 ديال الفواصل من الأبقار المعروفة بالسرعة في النمو. هاد الضيعة متخصصة في تربية الأبقار اللي كتنتج اللحوم الحمراء اللي كتواجد فيها تقريبا واحد 7 ديال الفصيلات اللي كانت تقريبا هي يعني ما كتواجدش في المغرب، ودابا الحمد لله حاولنا باش نكثروا من هاد الفصيلات اللي كتنتج اللحوم الحمراء. الأبقار في هالضيعة كتحتاج العمل اليومي والمراقبة المستمرة والتتبع الدائم باش تكون مردودية جيدة. عندنا 7 ديال الفصيلات، وهنا تقريبا كاين واحد 450 راس من الابقار، اللي منها البقرات اللي هما مهيئين باش كيولدوا، منهم العجلات اللي هما يعني كنهيئوا فيهم باش يولدوا. الضيعة كتضم العديد من البقرات الحوامل في أشهر مختلفة وفواصل متنوعة. هادو الأمهات اللي وجدت، اللي تقريبا نقول هما جيستونت، اللي هما عامرين، اللي تقريبا ما بين 5-6 شهور اللي قربين الولادة، اللي هما فيهم تقريبا هنا 7 ديال لي راس كما كتشوفوا: شارولي، ليموزان، بلون داكيتان، لابارتونيز، لو براك اي لو بلون بلو بلج كروزي لي اون اف 1 اي اون اف 2. كاين هنا واحد لاغاس اللي حاولنا نخدموا عليها بزاف واللي حاولنا هنايا نديفلوبيو عندنا في المغرب، هي لا سالرس، اللي عطات واحد المردوديه كبيره، واللي حاولنا ما لقيناش معاه مشاكل. بالله هاد لاراس هي كتولد بوحدها وما عندهاش مشكل يعني في الولاده، وحتى العجل ديالها كيكون سريع النمو. هنا كنوريكم عاوتاني يعني المجموعه الثانيه، اللي هي تقريبا في الشهر الاخر ديالها ديال الحموليه، اللي كتكون عندهم واحد المراقبه مستمره، وكتكون عندهم واحد يعني واحد حتى واحد الاعلاف اللي هي خاصها تكون بواحد النظام اللي كتعطى في واحد الوقت. هاد البقرات كيتم التلقيح ديالها داخل الضيعة بطريقة عصرية. مع محمد الكحيش بيطاري الضيعة غادي نتبعوا مراحل التلقيح. بالنسبة للفصائل اللي كنخدموا بها، عندنا 7 الفصائل، فهاد الفصائل عندنا تقريبا 45 عجل، والتخزين ديالها كيتم في ندوزو للتخزين. وما هذا
نقربوا لك باش تشوفوا مزيان. هادو هما تيتسموا دي بايات بالفرنسي، ما عرفتش بالعربي اش كيتقولوا. هنا فين كيتخزن السائل المنوي ديال العجول. بالنسبة لعملية التلقيح كنجبدوا هذيك لابايات الشوكة اللي هي هذه، كنديروها في درجة الحرارة مناسبة باش تذوب، كتبقى تقريبا واحد 30 ثانية، بين 30 و 40 ثانية على حساب باش تذوب هذيك الشوكة كتكون فيها. مقطع نزلت لتحت. كنقطعوا ليه الراس ديالها على حساب باش داك ما يدوز. هذا كنركبوه في البيستول اللي خاص بالتلقيح الاصطناعي. من بعد كنمشي نشوفوا البقرة. هذه عملية تحضير ديال لابايات، ومن بعد كنمشي نشوفوا البقرة. من بعد تحضير سائل المنوي الذكوري كيجي وقت تلقيح البقرة اللي خصها تكون كتظهر عليها علامات استعدادها للحمل، ونتيجة الحمل مع التلقيح كتكون مضمونة بنسبة كبيرة جداً. بالنسبة للنتيجة كتكون نسبة النتيجة تقريبا 70% على حساب بزاف ديال العوامل، المهم الإنسان كيلعب على 70%. المعروف أن مدة حمل البقرة كتكون هي 9 شهور، هنا في هاد الضيعة كتختلف من بقرة الأخرى حسب صنف كل واحدة. هاد الابقار ديال هاد الفصيله ديال اللي كتنتج اللحوم الحمراء، هنا كاين 7 الفصيلات غير اللي كنقول، كاين اللي كتولد على 9 شهور، كاين اللي كتولد مثلا على 9 شهور و15 يوم، كاين اللي كتولد حتى تقريبا حتى 10 شهور. هنا كاين الانسان بعض المرات كيسول كيقول لك اودي علاش النمو ديالها كيكون سريع، كيكون سميتو، حيت هاد الابقار اللي كتنتج هاد اللحوم الحمراء هي فصيلة عادية كجميع الأبقار، غير هي يعني كتمتاز بواحد النمو اللي كيكون هو سريع، وكتاخذ واحد الوقت كافي، يعني خاصة في الوقت اللي كتكون في الحمولية ديالها، مع عمرها هي كتولد قل من 9 شهور بحال الفصيلات الاخرين، دائما هي اكثر ب 9 شهور اللي كتزاد. علاش؟ العجل كيتزاد تقريبا اللي كيتروح ما بين في الزيادة ديالو ما بين 54 حتى 75 كيلوغرام، هذه في الزيادة الاولى ديالو. العجول الصغيرة من بعد الولادة كيحرصوا أصحاب الضيعة باش يبقوا مع أمهاتهم لمدة كتوصل 6 شهور. الهدف من هذا الإجراء هو إعطاء العجل فرصة طويلة للاستفادة من حليب أمه، وهذا الشيء كيساعدوا على النمو بشكل طبيعي وسريع. هنا كاين مجموعة ديال البقرات اللي هما والدين اللي كتشوفوا العجول ديالهم اللي هما مرافقين يعني الأمهات ديالهم.
اللي ما كنحيدوهمش ما كنفطوهمش حلا حتى كنوصلوا تقريبا لعجل 6 ديال الشهر اللي حتى كيكون النمو ديالو يعني على الاخير يعني اللي هو كتحاول مو هي باش تفرقوا عليها في الرضاعه. بالله هذه الفتره هذه هي مهمه وجد مهمه وخاصه يعني العجل اللي كيكون ما كيعرفش حاجه اخرى كيعرف يعني كيرضع مو والعلف ديالو حتى الا قدرتي تحيدو في واحد الوقت اللي هو قل من الوقت اللي هو كيستحق يعني النمو ديالو ما كيكونش سريع وكيكون شويه هزيل. وكما كتشوفوا هما الابقار يعني كتشوفهم يعني مع الصغار ديالهم. المجموعه الاولى اللي شرت ليها راه تقريبا نفس الفصيله ما كاينش شي حاجه اللي مبدله عليها غير المجموعه الاولى اللي كتكون يعني كنهيئوها، الثانيه كتكون ما بين 3-4 شهور، الثالثه اعطيتكم يعني اللي في الشهر ديالها يعني الاخر اللي باش قريبه باش تولد. من بعد ملي كتوصل الوقت ديالها ديال الولاده عندنا واحد المكان واحد اخر اللي غادي نوريه لكم اللي هما كنولدوا فيه، ومن بعد كنحاولوا باش نجيو مع عاوتاني من هنا وكنطلقوهم هنا ملي كتفوت واحد الفتره من بعد واحد اللقاح اللي كنديروه على 3 ايام وكنعاودوه ب 15 يوم، ومن بعد كنجيبوهم كنطلقوه هنا اللي كيبقاو يعني مع الامهات ديالهم حتى كيوصلوا 6 ديال الشهور، ومن بعد كتتم العمليه ديال الفطيم اللي هو كيتعزل بوحدو اللي غنوريكم عاوتاني منهم واحد المجموعه اللي يلا فطمه. من بعد مرور 6 أشهر كتجي مرحلة الفطيم، وبالتالي كيتم عزل العجول في أماكن خاصة بعيداً عن أمهاتهم من أجل التسمين. يعني العملية عاوتاني اللي كنقوموا بها هي عملية ديال التسمين والتهيئ منها يعني واحد العدد ديال الرؤوس اللي هي كتمشي يعني للأسواق اللي هي كتباع ولا كتذبح، ومنها واحد العدد اللي هو يعني كيكون محسوب على رؤوس الاصابع اللي هو المنتوج يعني الغالي والنفيس اللي عندنا اللي هو كنهيئوه كنوجدوه كنحضروه وكنصيفطوه يعني للمواطن المغربي والكساب المغربي باش كيتعرض في المعرض باش يشوف يعني هاد الفصيله شنو كتنتج والنمو ديالها. عملية تسميل العجول في الضيعة واللي كيوصل الوزن ديالهم للطن ومئات الكيلوغرامات كتطلب التتبع اليومي والمراقبة المستمرة مع الحرص على إعطاء هاد العجول أعلاف كتضمن تغذية متنوعة ومفيدة وغنية بالبروتينات المساعدة على سرعة النمو. كتعرف بلي العجل كيبدا كياكل على 15 يوم، حنا من 15 يوم كاين هناك واحد الأعلاف اللي هي كنصوبوها متخصصه للعجل اللي يلاه كيتزاد اللي كيتسمى الديماراج يعني يعني يلاه كيبدا باش ياكل. بالله فيه واحد المواد اللي هي نافعه اللي هي يعني معنا بروتينات املاح معدنيه اللي هي كتساهم في النمو ديال العجل، وخاصه كتعرفوا العجل ما بين العمليه ديال سميتو ديال الفرز اللي كيقولوا حنا كنفطمو خاصو واحد العلف اللي هو كيحاول باش كيكومبونسي ليه هذاك الشيء اللي كان كيرضع هو في الحليب ديال مو باش ما يضيعش يعني من الوزن ديالو وما يطلعش يعني كما كنقولوا حنايا هزيل وما كطلع يعني حتى النمو ديالو ما كيكونش سريع. الأعلاف كيتم التوزيع ديالها بشكل معقلاً وكتختلف حسب احتياجات العجول والتيران والبقرات الحوامل والمرضعات أيضاً. هادي اللي تنديروا البقرات هنا تنولدوا البقرات غير هنايا تيجيو البقرات دارين هنا البقرات الوالدات تيولدوا هنا. هادي يلاه عدا 5 ايام باش والده هادي هاد العجيله
10 ايام تيولدوا. بالنسبه للطريقه ديال الماء اللي تنشربوا البقرات، الطريقه ديال الماء كل صافي نقي، ما في لا تلوث لا والو. نقل البقرات نزرع راس الماء، شرب راسها اوتوماتيك، خذ الماء شرب الماء لخاطرها، تحبس الماء. أكبر ثور في الضيعة كيبلغ الوزن ديالو طن و 750 كيلوغرام، واللي حصل على الجائزة الأولى خلال عرضه في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس السنة الماضية. هذا دابا ولا معروف هذا الثور، يعني اللي كتعرف بالله هو حصل على الرقم واحد يعني في ثلاثة ديال التظاهرات. النموذج الثاني ها هو بدينا كنخدموا عليه، بدينا كنهيئوه، اللي تقريبا نقول من هنا ان شاء الله واحد سنتين ما غاديش يوصل الوزن ديالو ديال الطن 750 كيلوغرام بحال يعني الفصيله اللي وصلناها، ولكن عندنا عجول اللي جايه ان شاء الله اللي غادي تتراوح يعني اكثر من هذا الوزن ديال الطن 750. هذا غادي نحاولوا ان شاء الله ما بين الطن 550 حتى الطن 600 كيلوغرام. التسمين داخل هالضيعة أعطى نتائج جد إيجابية، بحيث الوزن ديال التيران كيقدر يوصل لمستوى كبير جداً. 7 الفواصل من الأبقار تم الاستيراد ديالها من دول أوروبية مختلفة، وبفضل المتابعة والمراقبة المستمرة ديال أصحاب الضيعة والعلف الجيد، صبحات هاد الفواصل موجودة في المغرب وكتعطي إنتاج جيد. يعني هاد الايادات السنوات الاخيره ما بقاش عندنا مشكل بحال هاد البقر، يعني بحال بغيتي تقول يعني تبلد عندنا هنا في المغرب، ولينا كنخرجوا منه هما عجول اللي كتشوفوها اللي كتعرض في المعرض ديال مكناس. الحمد لله اللي كتفوت الاحجام يعني ديالها اللي هي كبيره، والاوزان ديالها اللي كتفوق طونو 500 وطونو 400، وواحد النمو هو سريع، وواحد الاكل اللي يعني واحد الاعلاف اللي هي عاديه اللي كنعطيوه يوميه. ما كتراوحش ما بين هاد الابقار اللي كتشوفوا، راه يعني ما كتفوتش واحد 2 كيلو ديال 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 العلف ولا 3 كيلو في النهار اللي كتاخذ ديال جيس لونتروتيان، وكتعطي واحد شويه ديال التبن كما كتعيش، وكتشوفوا انتم الحاله ديالها زعما كيفاش شنو دايره جيده. في الروبورتاج الثاني من حلقة اليوم من برنامج المغرب الأخضر، غادي نبقاو في نفس المنطقة، دوار ولاد صالح، ضواحي بوسكورة. هنا قمنا بزيارة الضيعة المتخصصة في إنتاج البيض. المسؤول عن الضيعة غادي يتكلم لينا وغادي يقربنا أكثر من هذا النشاط. الضيعة تأسست تقريبا قبل واحد 20 عام تقريبا، كانت في الأول كتدير تربية الدواجن، من بعد ولات دابا كدير تربية الدواجن اللي كتقدر دير لنا إنتاج ديال البيض. إن شاء الله غادي نوريكم اليوم، إن شاء الله غادوزو معنا واحد النهار إن شاء الله غادي تشوفوا فيه اليوميات ديالنا كيفاش كندوزوها، وكيفاش كنشوفوا المراحل باش كينتج البيض عندنا هنا، وكيفاش حتى كيخرج برا، وكيفاش حتى كيتشارجا. مرحبا بكم عندنا. هاد النوع من الدجاج المعروف بالدجاج البياض كيتعتبر صنف جد حساس وسريع التأثر بالعوامل الخارجية. لهذا السبب العاملين في الضيعة كيحرصوا على نظافتهم اليومية قبل الدخول مكان مخصص للإنتاج، مع الحرص على ترك الدجاج في درجة حرارة مناسبة. أول حاجة كنديروها هنا ملي كنجيو يوميا، العادة اليومية اللي كنديروها أول حاجة أننا كناخذ دوش يوميا، كنستحموا على حساب باش ما نجيبوش معنا شي باكتيريا من الخارج. ومن بعد الاستحمام اننا كناخذوا الثياب مختص العمل هنا، وكنتوكلوا على الله. اول حاجه كنحافظوا على النظافه ديال المكان، علاش؟ بالدجاجه خاصها تكون مرتاحه، حيت الدجاجه سونسيبل اكثر من القياس.
بحال كتربيش دري باقي صغير، ما تبغيش يدخل البرد بزاف وما تبغيش الصهد بزاف. هادشي علاش جابوا ولات الالات الحديثه اللي حنا كنخدموا فيهم. انا غادي نوري لكم من بعد كيبقاو محافظين على درجه الحراره اوتوماتيك. اوتوماتيك ممكن تبقى محافظين على درجه الحراره باش تبقى مرتاحه وتقدر تعطينا بيض مزيان. الدجاج كيعيش في هالضيعة داخل أقفاص مخصصة لذلك، وطبعاً كيتم وضع في كل قفص العدد الكافي من الدجاج حرصاً على سلامته. كما كتشوفوا معنا حنا الدجاج كنديروه في ليكاج، كنحاولوا نديروا كل عدد محدد تقريباً، تقدر تكون حسب الكاج واش كبير ولا صغير، كنديروا عدد محدد باش الدجاجة ما تكونش مزاحمة وما تقدرش تكون ضعيفة باش ما يضربهاش البرد. حيت الدجاجة كيف ما قلت لكم سونسيبل أكثر من القياس، ما خاصهاش تكون مزاحمة. كيف ما كتشوفوا معنا هانتوما الدجاجة هاهي هنا راه كاينة في ليكاج ديالها، وكل دجاجة تقريبا كتبيض لنا البيضة كل 23 ساعة يوميا بشكل يومي 23 ساعة. الإنتاج كيكون بشكل يومي داخل هالضيعة بحيث الدجاج كيبيض كل يوم. مراقبة الدجاج البياض مسألة أساسية لنجاح هذا النشاط الحيواني. هذا العامل في الضيعة كيقوم كل يوم مراقبة العلف اللي كيتعطى الدجاج بشكل مستمر، مراقبة درجة الحرارة واش ملائمة لوضعية الدجاج. دخلوا هنايا كنعاود نراقب من بعد الدري الماء واش واصل للدجاجة، العلف كانت واش شاري واش جايين واش خدامين، وكنبدا كنتوكل على الله كنبدا نطلع عليهم السنسور فوق وكيبدا البيض. كنطلق لهم ثلاثة السماطي كنطلق لهم، كندور على ذوك السماطي اللي كنطلق لهم، كندور على بالوحده بالوحده، شي وحده واحده حابسه شي موت ولا حابسه شي حاجه بحال هكايا، كنبقى ندور عليهم بحال هكا كيخوضوا ذوك ثلاثه، كنطلق ثلاثه اخرين عاوتاني، حتى هما كندور عليهم بحال هكا مزيان، وكنشوف كنراقب مع الكليمات وداك الشيء واش خدام، نشوف درجه الحراره فين واصله، وكنبدا عاوتاني ملي كيكملوا ثلاثه كنهبط لثلاثه اخرين، كنطلق ثلاثه ثلاثه، هادشي اللي كاين. الدجاجة البياضة كتبدا تعطي الإنتاج ملي كتبلغ في العمر ديالها 20 أسبوع، وكتستمر في الإنتاج حتى كتوصل ل 70 أسبوع. كمية إنتاج البيض كتختلف من دجاجة لأخرى حسب استهلاكها اليومي للعلف وحالتها الصحية. الدجاجة هنا تقدر تعيش من 20 أسبوع حتى ل 70 أسبوع، هذه البيريود اللي كتقدر تعطي فيها الإنتاج، أما هي تقريبا من 20 لصفر كتكون غير كتربى، اما الانتاج كيجي من 20 اسبوع كيقدر يمشي حتى 70 اسبوع، وتقدر تعطيك الدجاجه كل بيضه تقريبا 23 ساعه. هذا هو الانتاج اللي تقدر تعطيك بيضه يوميا. يوميا حنا كنخرجوا البيض بحال هكا، كندخلوا في الصباح كنخرجوا البيض للعشيه، يوميا كيكون عندك نفس الانتاج، والانتاج كتعطى على حساب الالف والصحه ديال الدجاجه. كما كتشوفوا دابا الدجاجه هذه تقريبا غتكون عندها واحد 50 اسبوع تقريبا، الضوء كنقصوا ليها على يعني حساب المده الزمنيه ديالها، على حساب العمر ديالها كيمشي الضوء ديالها تقريبا بحال هكا. البيض كيتم تجميع ديالو كل يوم بواسطة هاد الآلات، بحيث مباشرة من بعد ما كتبيض الدجاجة في القفص البيضة كتنقل عبر هاد الشريط لمكان التجميع. كطيح واحد الصمتة اللي كتصمتة اوتوماتيكمون كدور كتخرج البيض، كتحيدو مع الدجاجة وكيخرج كيجي لواحد الكونفويور كيكون على برا كيجمع البيض كله، ومن كيجمع البيض هو اللي كيخرجو كيمشي ايطاب ايطاب كيخرج برا على برا، وعلى برا كيكون عملية جمع البيض كيتحط في الكارطون ديالو كيخرج كنسطو كيوعلى في المكازا،
ديك الساعه كيكون مطروح باش يخرج عند الزبون ديالنا. اول حاجه كنديرها في الصباح ملي ندخل لهنايا هي كنراقب الماء، كنشوف الماء واش واصل عند الدجاجه من راس حتى الراس. ملي كنراقب الماء كنعاود ندور نشوف الموت، يعني فين كتبان ليا شي موته كنجبدها. وملي كنجمع الموت كامله كنراقب النظافه ديال المكان، حيت انا اللي مسؤول على النظافه ديال المكان، كنراقب النظافه ديال المكان هنايا. هذا الدجاج المعروف بالبياض كيحتاج المتابعة والمراقبة اليومية، خاصو يعيش في درجة حرارة معقولة، خاصو يستهلك كمية مهمة من العلف اللي كتعتبر عنصر مهم وأساسي في رفع مردودية الإنتاج. احنا ما عندناش الدجاج اللي كيكون في الارض، احنا درناه في هاد لي ماشين هادو في لي كاج ديالهم، باش كل دجاجه كتكون في بلاصتها. وكنحاولوا نحافظوا اول حاجه قبل ما كندخلوا اول هنا، قبل اول حاجه كنراقبوها هي كنراقبوا الكمبيوتر باش تشوفوا درجه الحراره. هانتوما كتشوفوا دابا الشاري هو انطلق اوتوماتيكمون بوحدو وصل التوقيت ديالو. كيف ما قلت لكم اول ما كندخلوا هنا اول حاجه كنبغوا نراقبوها هي كنشوفوا درجه الحراره اللي كانت في الدجاجه في الليل، وكنراقبوا شحال ديال العلف كونسومات عندنا في الليل باش عرف الا ما عطاتيني ما كريش دجاج العلف ما غاديش تعطيك الانتاج. خاصه ضروري تكون العلف ديالها اللي يقدر يكفيها باش يعطيك الدجاجه وتكون مرتاحه بحال البيبي الصغيور. الدري الصغير بحال البيبي الصغيور اللي ما صليتيش فيه ما غاديش يكبر لك، يقدر يتعرض لامراض صحيه. كذلك الدجاجه حتى هي كذلك الا ما شربتش الماء ديالها وما كلاتش العلف ديالها تقدر تمرض، تقدر تموت لك. ولا ماتت لك الدجاجه راه ما بقاش عندك الانتاج. وهذا الشيء علاش قلت لك انا خاص ضروري نراقبوا العلف والماء باش تعطينا واحد البيضه تكون انتاج زوين تقدر تعطي المستهلك زوينه.